Amen.
الله كعظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك امحو ما آتي.
الحبل
Um
إلى
Thank you.
Thank you.
Oh.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هالإنجيل يا أحبائي مثل ما منعرف كل سنة بهالوقت قبل الصوم تقرينا إياه الكنيسة لتذكرنا بالتوبة، هالمثل اللي قاله الرب، هالقصة الابن اللي ترك بيه وراح عاش في الخطيئة والخلاعة وبعد ما تمرمر من الخطيئة وده أساوت حياة الشر رجع لذاته وبعدين رجع لبيه تائب. لتعلمنا هالقصة عن التوبة، الرجوع. كلياتنا منغلط بحياتنا ومنرتكب خطايا ومعاصي ظاهرة أو مخفية، ولكن كلها ظاهرة أمام الله. والكنيسة عم تقلنا إنه رجع. بهالإنجيل فينا نحكي شيء كثير عن الخطية ومرارتها، عن كيف الإنسان بيبتعد عن الخير، عن بيه، عن ربنا، وبيعيش بالتعاسة والمرارة، بشبهها مثل عيشة مع الخنازير، بالوحل، يعني تمرغ في الحمقى، في الخطيئة. وأيضاً بيظهر لنا موقفنا نحن البشر من العالم التائبين بشخص الابن الأكبر اللي أيضاً غلط وما فهم عودة الابن. حابب هالأحد هالمرة ركز على كلمتين هي كثير مهمين. هي بيقول قال أقوم وأعود إلى أبي، فقام وعاد. يعني بمعنى الواحد يصمم على العودة، على التوبة وينفذ. نحن كثير من الأحيان بتشوفوا كل واحد فينا بيقول بيصمم بدي بطل أعمل هالشغلة المكويسة، الحكي، الحسد، الغيرة، السرسرة، ضياع الوقت، الكسل، اللذة، أي شغلة. ولكن كثير من الأحيان منأجل، منقول يلا لبكرة، هلأ خليني، هلأ اليوم تعبان، اليوم راح، اليوم خليني هلأ مثل ما أنا، بكرة ببلش. وبيجي بكرة بقول يلا لبعد بكرة، وبيجي البعده، وهكذا. بريد أنه اتخلص من هالشغلة المكويسة فيني ولكن ما بنفذ، ما بتحرك، ما بنطلق، ما برجع. هون الإنجيل اليوم بشخص الابن اللي بعد، الابن الأصغر اللي بعد عن بيه وتمرمر كثيرا بعد أن تمرغ في الخطيئة، تمرمر منها وعاد لنفسه وقال أقوم وأعود إلى أبي. بيقول فقام وعاد. هيا أحبائي، آبائنا القديسين بيقولوا ما تأجل، ما تأجل التوبة، ما تأجل أنه الواحد بهاللحظة أرجع لذاتي، ما نأجل الاعتذار، لأن ما بعرف إذا في بكرة. ولهيك كثير مهم إذا غلطت، إذا أخطأت، إذا قصرت، خلينا كثير ننتبه أنه نصمم وقول اليوم أقوم وأعود، ما ضل واقف محلي، ما ضل قاعد محلي، ما ضل واقف متمرغ في الوحلة والحمقى،
ما ضل ثابت بموقفه مع هالموقف الغلط بالخطيه او التقصير او الاهمال. خليني اقوم وقف على اجري واقول اعود الى ابي، اعود الى ربي، اعود واتوب. كثير مهمه يا احبائي نستثمر الوقت، نستغل الوقت. الوقت هلا الكنيسه بتقلنا هلا قبل الصوم الان اوان التوبه، يعني اذا بسنيننا بهالايام اللي مرقت شوي كنت مطنش على حالي، شوي كنت هيك مقصر بحق حالي، شوي كنت هيك ما عم بنتبه على حالي، بيقول لك هلا اوان التوبه، هلا وقف قوم وارجع لذاتك، عود إلى الصلاة، عود إلى قلبك، ركز بفكرك وارجع إلى حضن أبيك. حضن أبينا يعني حضن الله، حضن حنون محب بيشملنا كلياتنا يا أحبائي. مثل أي واحد فينا، أي وحدة مهما اسي ابنا عليا أو ابننا، مجرد ما رجع وشفناه مقابلنا وعم يقول لي سامحني آسف، دغري بظهر حناني وعطفي وبحتضنه. هيك الله يا أحبائي، الله ناطرنا لنرجع، ناطر لكي نعود بتوبة، لكي أقول له أخطأت أمامك يا رب فيحتضني برحمته. ولهيك يا أحبائي هالأيام هالفترة هي فترة العودة إلى الذات، فترة القيام، فترة الذهاب إلى القرب من الله، فترة الخروج من الوحلة وحمقة الخطيئة لكي نرى وجه الرب الحنون. آمين. Spirit of the Lord, the Lord.
كيف شكي
الرايه يبشكي متنجيريا في القناة الناسوطة أماما طايير نفتو επάρχοντας επί ους ανθρώπων
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سمعنا يا أحباء اليوم قصة البرص العشرة، وكان البرص هو أوضح مرض وأبشع مرض في ذلك الزمان، وكان الأبرص مرفوض اجتماعيا، كان يحبسوه بغرف حتى ما يعدي غيره، وكان يعتبر البرص هو لعنة من الله. فعشرة برص وضع اجتماعي سيء كثير، والصحي يتقدمون إلى يسوع ويطلبون الشفاء، وهن رايحين بحسوا حالهم قد شفوا. واحد من بين العشرة كان سامريا، يعني ما كان يهودي، كان من الناس يلي اليهود بيعتبروه غير مؤمن وبيشكك بالله وهرطوقه. هذا الوحيد يلي رجع وسجد للمسيح وشكره. هالنص هذا بمس تماما أهم علاقة بيننا وبين الله. إيماننا المسيحي بيقول الإنسان هو كائن شكري. شو شغلة الإنسان؟ أنه يستخدم هالكون، وبعد ما يستخدمه يقول لربنا شكرا. هذه شغلة الإنسان. هالعشر برص تسعة استخدموا وراحوا، واحد بس عرف يكون إنسان ورجع قال شكرا لله. ونحن بحياتنا الكنسية منقضي كل أيامنا بالأسبوع شغل وتعب، ومنجي إلى الكنيسة لنقول أهم عبارة التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن أجل كل شيء. نشكر الله، إياك نشكر، إياك نسبح، إياك نبارك. هذه أهم عبارة بالقداس يلي نجي نحن نقول لله. قضينا هالأسبوع من قداس لقداس حتى نرجع على كل ما تم نشكرك. والحقيقة أن العلاقة بين الإنسان وبين الله إذا ما كانت شكرية بتصير علاقة سيئة. يلي بيبني علاقة مع الله خوف مصلحة، هذا ما بيعرف شو الله، ويبني علاقة وهمية وعلاقة مزعجة وليس علاقة فرح ونعمة مع الله. كثيرين منا يلومون الله، ما بيتطلعوا بكل شيء الله عطيهم. لمن لا سمح الله الواحد منهم يصاب بأذية يقول يا رب أنت سمحت بهالأذية أو أنت سببها. والقديس باسيلوس الكبير عنده كتاب كثير حلو، يا ريت بناخده من المكتبة، في أن الله ليس هو سبب الشرور. من وين تجي المصايب والشرور؟ تجي من حرية الإنسان. الله خلق كل شيء صالحا، ولكن الإنسان الحر هو بيجيب البلاء على ذاته، أو الناس الأحرار بتجيب البلاء على بعضها البعض. فلما منحس بشرور بالدنيا وبأذية نشعر بأشياء سيئة بحياتنا لا سمح الله، إيانا أن ننظر إلى الله كمسبب شرور، ننظر إلى الله كمتألم معنا على هذه الشرور يلي موجودة بعالمنا. في ناس لا يلومون الله على الشرور، ولكن لا يشكرونه على شيء، لأنه بالذات ما عندهم شعور
أنه الله أنعم عليهم بشيء. شو أنعم علينا الله؟ أولادنا نحن ربيناهم، شغلنا نحن عملنا، مالنا نحن جمعنا. شو عملنا الله؟ الأغلبية منا يا أحباء ما بيشعروا بامتنان إلى الله، لأنه بنظن كل شيء معنا هو إنجازنا، وبالتالي يعني الله رفع عتب منصلي له أو نطلب منه بحاجاتنا. كنيستنا بتعلمنا أن كل شيء هو من الله، أولادنا من الله، مالنا من الله، صحتنا من الله، كل شيء هو هبة. لا بل مثل ما سمعنا قبل شوي بالقداس الإلهي، نشكر الله على كل الإحسانات التي نعلمها والتي لا نعلمها. في كتير أشياء الله بيساعدنا فيها ونحن لا نرى مساعدة الله بحياتنا. فهيك قسم تاني منا لا يشكر الله لأنه لا يتأمل بحسنات الله. ونعيد إلى ذاتنا كل الإنجازات، إلى الله لا سمح الله كل السيئات. أحسن من هيك هن الناس يلي مثل هذا السامري، لمن بحسه بإحسان كبير، مثل ما هالسامري حس أنه الله شفاه من البرص، يعني من أبشع مرض، من أكثر شيء ظاهر أنه سيء. أكيد الله كان عاطيه كثير حسنات قبل ما كان حاسس، بس هالمرض الظاهر الله خلصه منه. فلما الواحد منا بيعطي الله هيك شيء عطيه ما بينتظره وبيحس فيه كويس، مثل هالسامري الواحد بدال التسعة، نرجع نسجد ونقول نشكرك يا رب. كمان علينا أن نشكر الله لما الله بيعطينا أشياء ملموسة بحياتنا، حسنات وهيبات منه. ولكن في أهم من هذا السامري يلي بيقول شكرا عند الشفاء وعند الإحسانات، هو الإنسان بيقول شكرا لله على ما لا أعرفه. لازم يكون عندنا الإيمان أن الله يرعانا بدون ما نعرف، هذه الحقيقة. ما نستغرب كثير، الله سمى ذاته أبا لنا. نسأل بعضنا البعض، في ابن بيعرف قديش أبوه تعب عليه؟ ما في ابن بيعرف قديش أبوه تعب عليه. ثلاث أرباع حياته كانت نعمة من أبيه، وما بحياته قال شكرا، ولا بحياته رح يقول شكرا. هيك طبيعة الحياة، أن الأب يعطي مجانا. هيك لازم نحن نعرف أنه الله يرعانا كأب ويعطينا ولو نحن لا نحس. إذا كنا عديمين الإحساس فالله ليس عديم المحبة والعطاء. لذلك بصلواتنا نقول نشكرك على ما نعلمه وما لا نعلمه. والأهم من هيك أنه نشكر حتى في السيئات ذاتها. في كثيرين مثل أيوب شكر الله بالخيرات، كان عنده خيرات كثير، يقول نشكر الله، عطى الله كثير مصائب ما بيتخيلها بشر، قال نشكر الله. الرب أعطى والرب أخذ. إذا بدنا نكون أبناء صالحين لله، ما بس منشكره لمن بيعطينا ولمن منحس إنه عطانا، حتى عندما نتألم من إنه لابد يدك ترعانا ونشكرك. هيك يجب أن نكون كائنات شكرية. ما حدا لازم يتناول إذا ما عنده حس بالشكر لله العميق، لأنه كأس المناولة هي كأس شكر. قداس الإلهي هو حدث نأتي إليه لنشكر الله. ما منعرف ليش، لازم تتأمل ويصير عندنا معرفة
ليش عم نشكر الله في القداس الإلهي؟ يا أحباء، ببيوتنا، بصلاتنا، بآلامنا، بأفراحنا، بكل لحظة من حياتنا، لنكن أمينين على اسم مسيحي. المسيحي كائن يشكر الله على ما لا يعرفه وما يعرفه، على الخير وعلى الشرور بصادفها بحياته، لأن الله أكيد دائما يمد يده المعتنية بغض النظر على ماذا أرى أنا من أمور بحياتي. آمين. في كل يوم.
Amen.
لأنكم ولو قويتم فستنغلبون أيضا لأن الله معنا. أي رأي افتكرتم به يشتته الرب لأن الله معنا. وأي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا. أما خوفكم فلا نتقي ولا نتزعزع له لأن الله معنا. والرب إلهنا فهو الذي نقدسه وهو يكون لنا خوفا لأن الله معنا. وإن كنت عليه متوكلا كان هو لي تقديسا لأن الله معنا. فسأكون عليه معولا فأخلص به لأن الله معنا. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطنيهم الله لأن الله معنا. إن الشعب السالك في الظلمة قد أبصر نورا عظيما لأن الله معنا. أيها السكان في بلد الموت وظلمته نور يشرق عليكم لأن الله معنا. لأنه قد ولد لنا صبيا وابنا أعطينا لأن الله معنا. وهو الذي رئاسته على عاتقه لأن الله معنا. وسلامه ليس له حد لأن الله معنا. ويدعى اسمه رسول الرأي العظيم لأن الله معنا. مشيرا عجيبا لأن الله معنا. إلها قويا حاكما رئيس السلام لأن الله معنا. آب الدهر الآتي لأن الله معنا. معنا هو الله فاعلموا أيها الأمم وانهزموا لأن الله معنا.
طيبا جزيلا.
الليلة بما أنك ينبوع الحي المتدفق بسخاء والطيدين نحن المنشدين كسبحك الملتئمين محفل الجالس بمجد على سدة اللاهوت قد ورد على سحابة خفيفة وخلص بقبضته غير الفاسدة الصارخين نحوه المجد لقدرتك أيها المسيح أيتها البتول التي لم تعرف زواجا إن البرايا بيسريا هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالأيدي مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله ونمجد الإله الذي ولد منها حفظ الفتية الأطهار في الأتون سالمين إذ كان حينئذ مرسوما وأما الآن فقد حصل فعلا وهو ينهض المسكونة بأسرها إلى
الترتيلي هاتفا سبحوا الرب يا جميع أعمالي وزيدوه رفعة مددوه Thank you.
إن الملاك المتقدم أرسل من السماء ليقول لوالدة الإله افرحي. فلما عاينك يا رب متجسدا مع الصوت غير المتجسد ذهلا ووقفا صارخا لها هكذا افرحي يا من بها يشرق السرور افرحي يا من بها تضمحل اللعنة افرحي يا استعادة آدم الساقط افرحي يا نجاة حواء من البكاء والنحيب افرحي يا علوا يعصر الصعود نحوه بالأفكار البشرية افرحي يا عمقا يمتنع النظر إليه من أبصار الملائكة افرحي لأنك وجدتي سدة للملك افرحي لأنك تحملين الضابط الكل افرحي يا كوكبا مظهرا الشمس افرحي يا بطن التجسد الإلهي افرحي يا من بها تتجدد الخليقة افرحي يا من بها صار الخالق طفلا افرحي يا عروسا لا عروس لها
أن يبالغ في مديحك بحسب Spanio.
كثرة الأنفعال
Oh.
لأن الحبل بغير
غير مدنيين
في
بحسنه أفضل من كل البشر أتى وأسجد لي.
Oh.
Thank you.
وجميع قوات الملائكة السماويين ورؤساء الملائكة القديسين تشفعوا بنا نحن الخطأ. أيها القديس يوحنا النبي السابق الصابغ ربنا يسوع المسيح تشفع بنا نحن الخطأ. أيها القديسون المشرفون الرسل والأنبياء والشهداء وجميع القديسين تشفعوا بنا نحن الخطأ. يا أبانا الأبرار المتوشحين بالله تشفع بنا نحن الخطأ. يا قوة الصليب الكريم المحيي الإلهية غير المغفورة التي لا تدرك لا تقتلنا نحن الخطأ. يا الله اغفر لنا نحن الخطأ. Oh, no.
إلى هو رشدي.
Amen.
كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي أعضدني وخلصني. يا مبغضي صيّا ونخزوا من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدس، بالروح القدس كل نفس تحيا وتتنقى مرتفعة ولامعة بالثالوث الواحد بحال شريفة سرية. الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. بالروح القدس تفيض سواقي النعمة ومجاريها، فتروي البرايا بأسرها.